أنهم جاءوا من كل أنحاء الجزيرة وبشكل خاص من حضرموت ومن عمان الكنعانيين العرب، اللي منهم الفينيقيون الذين أيضا عمروا شواطئ شمال أفريقيا، ومنهم أيضا شعوب أخرى. لا فقط نتحدث عن المشهد الحضاري، احنا عندنا حضارات تعود إلى الكنعانيين ومنهم اليابوسيين أيضا والفينيقيين ومنها العبرانيون والبابليون واليونانيون وحتى مصر الفرعونية. وحتى الحضارة الفارسية والرومانية والبيزنطية والعربية الإسلامية بكل عودها من أموية وعباسية وفاطمية ومن مماليك وأيوبيين، وحتى شهدت غزو صليبي أيضا، وجاء العثمانيون في النهاية، والآن وفي هذا الزمن جاءت الغزوة الصهيونية. الصهاينة استهدفوا فلسطين أرضا وشعبا وهوية. إذا قلنا الثقافة ماذا تعني؟ الثقافة في تعريفاتها في أعلى تجليات تعريفها هي الآداب والفنون والمعتقد ونمط التفكير وأسلوب الحياة والسلوك. فالثقافة هي الهوية الفلسطينية، ولذلك هي استهدفت ثقافة الشعب الفلسطيني قبل أن تصل إلى الأرض وتحاول أن تبتلعها. في منتصف القرن التاسع عشر أصبحت فلسطين محط اهتمام جمعيات ورحالة في أوروبا، وترافق ذلك مع بدايات الأطماع الصهيونية لاستيطان فلسطين، وتأسست في أوروبا في ذلك الوقت صناديق. أول صندوق سموه صندوق اكتشاف الأرض المقدسة، ثم ولم يكن الهدف من هذا الصندوق إلا وضع إطار شرعي وعلمي زائف من أجل خلق الظروف التي تسمح للصهاينة باستعمار فلسطين. الهدف من هذه الصناديق كان إرسال بعثات تنقيب عن الآثار وبحث علمي حول تاريخ كل مدينة أو بلدة من البلدات. لم يكن كما ذكرت الهدف البحث العلمي عن آثارها ومقتنياتها، بل الدافع الاستعماري، وكان يتغطى بالاهتمامات التوراتية. فأصبح صناديق اسمها اكتشاف الأراضي المقدسة بالبداية، ثم صارت اكتشاف أرض التوراة، وفي الأربعينيات صارت اكتشاف أرض إسرائيل. والتقت المصالح الغربية مع المصالح الصهيونية لتزوير تاريخ فلسطين ورسم إطار عام للاكتشافات الأثرية بالمواقع والعمائر واللغة واللقى، وإعطائها تفسير يتناسب مع الرواية التوراتية، وهدف إضفاء شرعية على المشروع الاستيطاني. سأختصر. بحلول عام 48 لحقت أضرار فادحة بالممتلكات الثقافية بتدمير قرى وتجريف وإلحاق أضرار بآثار تاريخية تعود إلى عهود
كثيرا. وبعد ذلك طبعا تأسست في إسرائيل دائرة الآثار، غيرت أسماء المدن والأماكن والقرى، وعملت على تغيير الإسلام الأسماء وعبرنتها يعني. وعام 67 أيضا، حرب 67، تم نهب وتدمير مئات المواقع وتغيير طابعها الجغرافي والسكاني وسرقة محتوياتها. وفي السنوات الأخيرة كان هناك الجدار العازل الذي دمر الكثير من المواقع، وأيضا كان هناك تجريف لتوسيع المستوطنات وطالت المواقع كثيرة. وكل الكلام اللي بحكي عنه هذا موثق وموجود لدى، وناقشنا في منظمة اليونسكو، والصديق العزيز منير يتذكر ذلك، وزارنا وكان في لجان تقصي حقائق إلى آخره. يعني لا أريد أن أطير، يمكن أنا بحثي مكتوب كتابة ممكن لمن يهتم أوزعه، ولكن إحنا بنقول مطلوب منا كفلسطينيين أن نعيد كتابة المشهد والتاريخ الفلسطيني من وجهة نظر أخرى، لأنه كثير من الموسوعات الآن في الغرب مراجعها توراتية، لازم نحكي روايتنا الفلسطينية العربية، وأيضا نضحض الرواية الغربية التوراتية للتاريخ الفلسطيني، وإلى عناية خاصة للتاريخ العربي الإسلامي ومنجزاته الحضارية، لأنه هذا التاريخ يرتبط بالهوية الفلسطينية. ودون أن نلغي أو نقلل من شأن الحقب الأخرى في تاريخ فلسطين، وإحياء وترميم ما دمروا الاحتلال، وعمل خطة شاملة لرعاية وحماية وصيانة الممتلكات والتراث الثقافي، والعمل والتعاون مع المؤسسات العربية والدولية لاستعادة القطع الأثرية واللقى التي نهبتها إسرائيل واستولت عليها سلطات احتلال أو سهلت الاتجار بها، ووضع تشريعات، مسألة كثير مهمة أن نضع تشريعات حديثة لحماية تراثنا المادي وغير المادي، ونشر وسائل التوعية بين الإنسان والبيئة الحضارية، وتشجيع إحياء التراث غير المادي والشفوي، ونشر المعرفة التي تعمق الترابط ما بين المواقع الأثرية والنشاط البشري والإنساني الذي يحيط بها. يعني هذا باختصار، وآسف على الإطالة يا صديقي، شكرا لكم. هو باحث ومؤرخ وقص، رجل البهود والنسوت، تبوأ مكانة عالمية من خلال نشاطه وأبحاثه. الآن له اهتمام خاص بواقع المصريين العرب، خصوصاً بعد ما يسمى الربيع العربي. سيتحدث عن كتابه بيت لحم تراث عالمي، ووقعه قبل الأمسية، كان مفروض وقعه بعد الأمسية. الدكتور متل الراهب صديقي وابن مدينتي وعشرة عمر، هو أيضاً ابن حارة العنادر في بيت لحم، إحدى أعرق الحارات في بيت لحم، التي ينتسب أهلها إلى عنترة بن شداد، فهو إذن من أرباب السيف والقلم. ولذا فلأن أيضاً لن أقاطعه، لأنه يعني إذا تجاوز الوقت لن أستطيع أن أقاطعه لهذا السبب ولأسباب أخرى. وزيرة الثقافة ورئيس مجلس إدارة المركز، أصحاب المعالم والسعادة، الضيوف الكرام، طلب مني أن أتكلم الآن باللغة الإنجليزية، فأستميحكم عذراً إنه لازم I will shift quickly into English. I hope that's okay with everyone. But it's really for me a pleasure to be here in Bahrain for the first time, and I have to say I felt at home, especially today going through the old city that was renovated in Muharraq, and seeing the work of Her Excellency Sheikh Hamay, incredible. I felt at home and I felt in love with this place and with this country and its people. So it's really an honor to be with you tonight. Um,
So we are here actually to launch the book Bethlehem, a World Heritage. It's a coffee table book. We believe we are in an age not of newspaper, but viewspaper. And this is why it was very important actually to have this coffee table book as such. The book was launched at the beginning of this year, for the first time actually at the Davos Summit, the World Economical Forum in Davos. That was the first launching. Then 1 week later, we launched it in Washington, D.C., on the Hill, and that was the international launching, so to say. And in March, we launched it in Bethlehem, and it's really an honor that for the first time, the first Arab country to have this launching is Bahrain, and I think this speaks a lot for this country. The book was published by DR, which is a very young publishing company, if you want, that I started 2 years ago. For me, it's really great that this is a product made in Palestine from A to Z, from the design to the printing to the content. An earlier book in 2000 was printed in Germany, and we are competing with Germany in terms of printing, which is really great. Three people participated in this book. The most famous Palestinian photographer, Garon Albedian, of Armenian origin, did all the pictures. And my colleague, Fred Strickert, who is actually a professor of archaeology and religions in the United States. We launched this book. Actually, the idea behind this book came after UNESCO put the Church of the Nativity and the pilgrimage route in Bethlehem on the list of cultural world heritage in June 2012. If you look at the book just quickly, just to browse through it, because I hope you will get a copy and so you will have a chance to see it. But the book actually starts with faces from Bethlehem. And there you can see the mosaic, not the stone mosaic, but it's the people mosaic. It's the people from the city, from the villages, from the refugee camps. Then we talk about the name Bethlehem, which actually, from the beginning, was connected to fertility. Bethlehem means in Aramaic, the house of the bread. In Arabic, the house of meat. So bread and meat are really very important component in our city, because Bethlehem is located 790 meters above sea level, and it's a fertile area. This is why it was called in the Bible Bethlehem Ephratah, the fruitful. Then in the third section, we talk about a quick historic survey of Bethlehem. The earliest archaeological findings in Bethlehem goes back to 50,000 years ago. We found in Bethlehem the bones of elephants, of leopards, when Bethlehem was part connecting Africa with Asia and Europe. Thank you, Your Excellency, for coming. I know you have the conference, but thank you for taking the time to be with us. Thank you. Thanks, Master. From there, we go to the Bronze Age, Iron Age, just quickly. But really, what made Bethlehem a world heritage was the birth of Christ. Without the